بس نيجي للمحطه اللي هي مهمه جدا وهي نادي الاسماعيلي. انت يمكن سافرت الخليج وبعد رجعت تاني على نادي بور فؤاد في المصري في بورسعيد، وبعد كده دخلت على من المحطات المهمه ليك قوي اللي هي كانت الاسماعيلي، والمباراه التاريخيه اللي بقول له دي من اجمل المباريات اللي اتلعبت في تاريخ مصر 4-4. كنت انت المدير الفني لفريق نادي الاسماعيلي، ويمكن السنه دي حققت فيها الدوري، خدنا فيها الدوري بدون هزيمه. وانت من المصري، وبعد كده قلت بقى كنت واخد خط القناه ده كله مثلا من بور فؤاد. لا هو بدا نادي بور فؤاد، كنت في اجازه، وبعدين اخويا كان عضو مجلس اداره في نادي بور فؤاد، وكان عندهم مشكله مع المدرب، فقال لي ايه رايك تيجي تتسلى معاهم شويه في نص الموسم. فقلت له طيب ماشي، رحت مسكت الفريق 6 شهور، قاموا خدوا البطوله وصعدوا للدوري الممتاز. نعم. فقلت لهم طيب انا كده اديت مهمتي وخلاص، عملت اللي عليا، توليت تدريب النادي المصري. النادي المصري جبت معاه ده الماتش 4-4 هدف الاول، بركات هو كان لسه في الاسماعيلي. على فكره الهدف ده اتكرر في ماتش الزمالك، ايوه بنفس الجمله بنفس اللعيب. لا وبركات ده انا بعتبر بركات ده فرقه لوحده، دي انا بعتبرها دي مباراه تاريخيه. ده احمد بلال اللي جاب الجول ده طبعا. لا احمد بلال كان يعني اخطر مهاجم في الوقت ده. نعم. كان عنده دوران في منطقه صعبه زحمه، هو عماد متعب عندهم الحته دي او بيلف فيها كده، هو ووليد صلاح مظبوط. يعني ناس يعني يجيدوا الدوران وسط الزحام زي ما بيقولوا. فكان يعني احكي لنا على المباراه دي شويه. كان محمد صلاح ابو جريشه، انت تعاقدت سنه 1999 2000. انا خلصت بور فؤاد، رحت النادي المصري، عملت مع النادي المصري ثالث دوري ودور قبل نهائي افريقيا. انت كعب داير على كل الانديه المصريه. لا بس خط الكنال بالذات يعني. طب احكي لنا على الماتش ده بالذات يا كابتن، انت كنت بتلعب مين؟ كنت بتلعب مدرب يعني سوري في التعبير داهيه في كره القدم اللي هو مانجو جوزيه. يعني احنا الدوري ده قبليه احنا اخدين كاس مصر، واخدين ثاني دوري، ونهائي افريقيا خسرناه بهدف لما جينا مع الاسماعيلي. في الدوري ده احنا كنا متصدرين من اول اسبوع لغايه الاسبوع اللي بنلعب فيه المباراه دي مع النادي الاهلي، تساوينا مع بعض. لكن من بدايه الدوري النادي الاسماعيلي هو المتصدر. النادي الاهلي كان عنده مؤجلات كتير. نعم. لما لعب المؤجلات بتاعه كان اخر مباراه في المؤجلات مع الزمالك قبل مباراه الاسماعيلي. نعم. لعب الزمالك، فاز على الزمالك 6-1، فدي كانت مشكله بالنسبه ليا وبالنسبه للاسماعيلي، ازاي هتوقف الاهلي؟ مظبوط. 6-1 وتساوى معاك في القرار في عدد النقاط. والمباراه في عارينو. انت بتلعب في استاد القاهره. استاد القاهره استاد الرعب بالنسبه لاي فريق يعني. استاد القاهره فمش اي فريق يقدر يقف قدام النادي الاهلي في الاستاد في هذه الظروف. أيوة. في هذا الملعب، في هذا الجمهور. بقى اللعيبه نفسيا بقى يعني كان في اعداد خاص للمباراه. يعني انا كنت طبعا مقدر قوه النادي الاهلي. اتكلمت على المشاكل او الصعوبات. نمرة واحد الجمهور، هتقابله جمهور يعني ما بيرحمش. جمهور بيهز اي حد. نعم. نادي الاهلي جمهوره يهز اي مدرب. ويهز اي لعيب. طبعا. ويهز اي نادي. طبعا. تمام. هتقابله لعيبة كواليتي عالي جدا. هتقابله روح قتالية ما شفتوهاش قبل كده. الفريق فايز 6 وعايز يفوز النهاردة عشان يعلن فوزه بالدوري. لا وجايب واخد مباراة الزمالك 6-1. باور جامد قوي طبعا للنادي الاهلي ان يكسب اي حد بعد كده، خلاص لعيبه هذا ثقه. انا كانت مشكلتي الاولى في الجمهور، ممكن يأثر على اللعيبه جمهور النادي الاهلي. طب ما الاسماعيليه ما فيها جماهير. قلت لهم ما هو بس جمهور النادي الاهلي في هذا الوقت في هذه المباراه هيبقى عنصر مؤثر، لان المباراه مؤثر كبير جدا يعني ملعب احمر كله وجاي يحتفل. فقلت لهم اول حاجه لابد ان كنتوا تحترموا الجمهور ده، لابد انه كنتوا تتعاملوا معاه باخلاق عاليه، ما تستفزوش، اوعوا تستفزوا جمهور النادي الاهلي. قلت له هتنزلوا ممكن صيحات، ممكن كذا، ممكن كذا، بتعمل شكرا وبتأدي التحيه للجمهور. ساعتها الجمهور اللي هو يعني هيتقبل يعني بيهاجمك او بيشجع ضدك، هتمتص حماسه، هيحس بانك انت. قلت لهم حتى اثناء المباراه ما فيش فاول في خشونه، لو حصل عملت فاول لازم تقيم اللعيب، تسلم عليه وتقيم، ما فيش اعتراض، ما فيش يعني كل الممنوعات
حفظتها للعيب، لدرجه ان انا عملت ماتش ودي وجبت حكم قلت له اظلم اللعيب عشان تشوف التحمل، وقلت لهم اللي مش هيتحمل قرارات الحكم هيطلع بره التشكيل. ما انا برضه لازم اعمل حساب ان ممكن الحكم يعمل لك قرار مش عاجبك، فانت تقوم تنفعل وتروح او انك انت تعتدي على لاعب بلعبه خشنه او كذا يعني. أكيد. فكان العوامل يعني الاعداد النفسي ده للاعب مطلوب في كل الاحوال يا كابتن، بالجوانب كلها اللي موجوده اللي انت قلتها. شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. احيانا الاعداد النفسي اهم من الاعداد البدني، اهم من الاعداد المهاري. أكيد. اهم من أكيد. الاعداد الخططي. يعني ممكن انا اعمل محاضره وبعد المحاضره، وكنت بعملها كتير في الاسماعيلي بعد ماتش سيء، اعمل محاضره اقول كل الاخطاء واعمل كل الانتقادات اللي انا عايزها، وبعدين اقول لهم روحوا مفيش تمرين،